إذا كنت من محبي الإعلام جورج قرداحي اضغط لايك حتى نعرف عدد محبيه. بعد خبر وفاته لن تصدق من هي زوجة الإعلام جورج قرداحي التي أخفاها عن الجميع، وديانته وجنسيته الصادمة وعدد أبنائه. وفاة الإعلامي جورج قرداحي شائعة ترددت وانتشرت، بل أصبحت ترند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. هذه الشائعة أثارت محبي الإعلام الشهير الذي سرعان ما رد على تلك الشائعة ليطمئن جمهوره. نفي شائعة الوفاة، قرداحي يوضح حقيقة الوضع. في تصريحاته الصحفية نفى جورج قرداحي نبأ وفاته مؤكدا إنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأي وعكة صحية. وأوضح قرداحي أنا بخير، هي إشاعة جديدة، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها مثل هذه الأخبار الكاذبة. وعن مواجهة الشائعات قرداحي يتحدث عن التأثير السلبي. أشار الإعلامي في تصريحاته إلى أن هناك محاولات متكررة من قبل البعض للتأثير السلبي عليه من خلال نشر الشائعات، وأضاف يحاول بعض الأشخاص الإساءة لي والتأثير سلبا على معتقداتي ومبادئي. كما أوضح أنه لم يقم بنفي الشائعة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يرغب في إعطاء أي أهمية لمطلق الشائعات. جورج قرداحي يواجه الشائعات بصمود. تعد شائعة وفاة جورج قرداحي من بين العديد من الشائعات التي تستهدفه، ورغم ذلك يبقى جورج صامدا في مواجهة هذه الأخبار الكاذبة، مؤكدا أن سمعته ومبادئه لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الإشاعات السلبية. أما عن أمنياته الغريبة، أشار قرداحي إلى أنه في بداياته عندما كان مذيعا للأخبار كان الجميع يتحدث عن جديته، وعندما عرض عليه برنامج من سيربح المليون استغرب الكثير من زملائه الأمر ورهنوا على فشله، إلا أنه أثبت نجاحه، وذلك لأنه كان عفويا يطرح السؤال بجدية ويحاول الضيف بلطافة. وأضاف جورج أنه في حياته العادية بعيدا عن الجدية، بل هو يتعامل مع من حوله بكل مرح وود عكس ما تظهره شخصيته. كما تحدث عن أسلوبه الملتزم في العمل حيث يتابع التفاصيل الدقيقة لكل برنامج يقوم فيه. أخيرا تم الكشف عن حجم ثروة الإعلام الشهير جورج قرداحي الضخمة، أرقام ستذهلك. جورج قرداحي الإعلام اللبناني الشهير الذي لديه أسلوب متميز في تقديم العديد من البرامج الكبيرة والناجحة، فعندما يسمع أي شخص اسم برنامج من سيربح المليون يتذكر على التو الإعلامي جورج قرداحي، فلا يزال اسمه مرتبطا بهذا البرنامج حتى بعدما قدم غيره من البرامج، فهو يعتبر سبب شهرة واسعة وخاصة عند الجمهور المصري. ولد الإعلامي جورج قرداحي في 1 مايو عام 1950 وهو من مواليد لبنان من قرية فيطرون في قضاء قصروان في محافظة جبل لبنان. حصل على الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية. الإعلامي الشهير جورج قرداحي تدرج في العديد من الوظائف منذ بدايته حتى وصل لهذا النجاح الجماهيري والشهرة الكبيرة. فقد بدأ مشواره في المجال الإعلامي كصحفيا، ثم عمل في صحيفة لسان الحال، وانتقل بعد ذلك في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونتي كارلو في باريس. وكانت هذه نقطة الانطلاق الحقيقية بالنسبة لجورج ليحقق بعدها شهرة واسعة. في كل مرة يظهر الإعلامي جورج قرداحي مع زوجته وأولاده يخطفون الأنظار إليها وتنهال التعليقات ومن المتابعين، وتكون معظمها يتضمن الإشادة به بأسرته وبخاصة ابنته الجميلة التي تتميز بجمال ساحر، ويمكن أن نستطيع أن نوصفه بمواصفات الجمال الأوروبية. أما بالنسبة لثروة جورج قرداحي فوفقا لبعض المواقع تبلغ ثروة جورج قرداحي حوالي 20 مليون دولار، أي حوالي 300 مليون جنيه. تمكن جورج من جمع هذه الثروة طيلة حياته. من هي زوجة جورج قرداحي؟ زوجة جورج قرداحي هي السيدة إيدا قصار، التي بعد زواجها من جورج قرداحي عام 1989 تغير لقب العائلة من قصار إلى قرداحي ليصبح اسمها هو إيدا قرداحي. تزوجت إيدا قرداحي من الإعلامي جورج قرداحي عام 1989 وأنجبت منه 3 أبناء هم جابرييل وباميلا وباتريسيا، وما زالت حتى الآن تعيش مع جورج منذ 34 عاما ولا توجد أي معلومات أخرى عنها. مسيحي يحفظ آيات من القرآن.
عام 2014 في حواره مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، ردد قرداحي بعضا من آيات القرآن وسط دهشة الحضور، وسألته الإعلامية المصرية إذا كان حفظ هذه الآيات يعود لأيام الدراسة، فرد بالنفي موضحا أنه يحفظ آيات من القرآن لرغبته والاجتهاد الشخصي. استرسل جورجي قائلا أنه اكتشف طفلا أنه مسيحي من جانب، لكنه من جانب آخر ابن بيئته الإسلامية، معتبرا أنه لا يجوز أن يقتصر علمه على دينه فقط، وأنه يجب أن يكون ملما بالدين الإسلامي. أضاف أن رغبته في التعرف على الإسلام نابعة من أنه يعيش بين مسلمين وبينهم أصدقائه، داعيا كل مسيحي إلى أن يعرف هذه البيئة. كما نفى جورجي قرداحي اعتناق الإسلام، كما تداولت سابقا مواقع إلكترونية مصرحا إن ذاك بأن له الشرف أن يعتنق الإسلام، وبأنه معجب بشخصية النبي محمد الذي يكن له المحبة وبيعتبره الإنسان الذي غير مجرى التاريخ، لكنه نوه إلى أنه لا يرى فرقا بين المسيحية والإسلام، وأنه لا يرى ضرورة لأن يغير المسيحي دينه، لأن هذين الدينين يكمل أحدهما الآخر. انضم جورجي قرداحي عام 1994 إلى إذاعة FM MBC في لندن، وكانت في هذه الفترة تمر بظروف صعبة وقاسية للغاية، إلا أن جورج استطاع أن ينجح في تجاوز هذه المحنة الصعبة ويعبر بها إلى بر الأمان. وفي عام 2000 حدثت نقلة نوعية في حياة جورجي قرداحي، وذلك عندما قدم برنامجه الشهير من سيربح المليون على قناة MBC 1، وبعد ذلك ترك قناة MBC 1، واستغرب الكثيرون من هذه الخطوة وانتقل إلى قناة LBC وقدم برنامج افتح قلبك، ولكنه لم يستمر في تقديم هذا البرنامج أكثر من عام واحد، وعاد مرة أخرى إلى قناة MBC 1 وقدم برنامج من سيربح المليون مرة أخرى، وكانت قيمة الجائزة 1,000,000 ريال سعودي، ثم قدم برنامج القوة العاشرة وقيمة الجائزة 10,000,000 ريال سعودي. قال الإعلامي جورجي قرداحي إنه تعرض لظلم كبير بسبب الخلاف في الرأي، وأدى ذلك لنهاية علاقته بقناة MBC بعد تاريخ طويل. وأضاف قرداحي خلال حواره في الحلقة الأولى ببرنامج باب الخلق على قناة النهار مع الإعلامي الكبير محمود سعد أن له تاريخ طويل في العمل مع قناة MBC، لكن في النهاية طلب من القناة أن تفسخ معه عقد العمل. والإعلامي اللبناني جورجي قرداحي يقدم حاليا برنامج مختلف نسبيا عن البرامج التي سبق وقدمها، فهو يقدم برنامج حفظ ولا فاهم الذي يتم عرضه على قناة الحياة المصرية، وقد سبق وسجل الإعلامي جورجي قرداحي حوالي 14 حلقة من البرنامج، وتوقف لفترة بسبب جائحة كورونا. وأكد جورجي قرداحي أن البرنامج يتضمن فكرة جديدة، وتم إعادة التصوير مرة أخرى لتصويرها بعد مدة توقف بسبب جائحة كورونا.